بحب البحر كثير لأنه أبوي صياد، دائماً بحكي لي قصصه مع البحر. أنا متعتي بعزف الموسيقى، عشان هيك صنعت درمز بإيدي. أنا بتمنى إني أشوف مخيمنا ومجتمعنا متطور، وحابة إني أساعد في هذا التطور. أنا بحب الاختراعات والتصميم، وشايفة إني رح أصير مصممة أزياء عالمية. أحلى إشي في الدنيا الربيع، لكن الربيع في مخيمنا إله طعم تاني. أنا مهرج مشهور في المخيم، وجماهير كتير بتحب تشوف حركاتي. فأجاب قردون قائلاً: نكتب رسالة ونضعها في زجاجة فارغة ونغلقها جيداً ثم نلقيها في البحر. جتني فكرة، طب إحنا أولاد مخيم الشاطئ ليش ما نعمل زيهم؟ يعني نكتب ونعبر عن شعورنا، أحلامنا، ونكتب في الزجاجة. بس من وين نجيب الزجاجة؟ أنا عندي الزجاجة، أجيب لكم إياها؟